بعد أن تمكن ما يطلق على نفسه الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة الوحدة الإفريقية عام 1984، قرر المغرب حينها الانسحاب احتجاجاً على اعتراف عدد من الدول الأعضاء بما يعتبره كياناً انفصالياً وغير شرعي، ليعود سنة 2017 إلى المنظمة التي صارت تحمل مسمى الاتحاد الإفريقي. عودة المغرب لم تكن تعني اعترافه بالجمهورية الصحراوية كما يقول الخبراء، بل وصل تحركاته الهادفة إلى إخراج الكيان المذكور من الاتحاد الإفريقي الذي يملك النسبة الأكبر من الدول التي تعترف به، وهو ما يمنحه جزءاً من شرعيته الدولية. ولتتمكن من تحقيق مرادها، يجب على المملكة المغربية ضمان أصوات ثلثي أعضاء الاتحاد الإفريقي، أي ما يعادل 36 دولة، وقد تمكنت حتى الآن عبر جهود دبلوماسية مكثفة وشراكات اقتصادية واستراتيجية من كسب دعم 22 دولة إفريقية افتتحت قنصليات لها في كل من مدينتي الداخلة والعيون المتواجدتين في الصحراء الغربية، في إشارة واضحة إلى دعمها للموقف المغربي. في المقابل، تقود جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر جهوداً تصب في الاتجاه المعاكس، أي تعزيز علاقتها بدول أعضاء في الاتحاد الإفريقي ومحاولة طرد المغرب من المنظمة. ولتحقيق هذا الهدف، تستغل الجزائر ثقلها الاقتصادي وأهميتها كمزود مهم بالغاز الطبيعي الذي ارتفعت أسعاره بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. معركة دبلوماسية جلية بين المغرب والجزائر وسباق لكسب الأصوات قد يحدد بشكل كبير مصير الصحراء الغربية، فمن من الدولتين سيتمكن في الأخير من تقويض موقف الآخر على الساحة الإفريقية؟